بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول الحق الناس اللي بتحبها وقول لها في وشهم بحبكم وعبر عن كلمات الحب. في ناس يا جماعه عندها مشكله ما بيعرفش يقول، وفي ناس بخيله، مش بخل جيوب، لا بخل عواطف، ما بيعرفش يقول بحبك، ما يعرفش يطبطب، ما يعرفش يجيب دي هنا ودي هنا فيبتسم فالناس تتأثر، ما يعرفش يبص برحمة، ما يعرفش عينيه تبقى فيها حنان، ما بيعرفش ايده تتمسح وتعمل كده اهو، ما بيعرفش. قد يكون ما بيعرفش وقد يكون بخيل. صدقوا بالله ان بخل النفوس أسوأ من بخل الجيوب، وربنا بيقول كده ان يوم القيامة وأحضرت الأنفس الشح، النفوس الشحيحة في التعامل مع الزوجة، لأن الآيات دي كانت بتتكلم على العلاقات الزوجية. نفوس شحيحة عمر بقل الست كلمة رقيقة حلوة. قصة النهاردة زوج وزوجة، هي ست في الثمانين من عمرها قاعدة في دار المسنين، في دار للمسنين في نيويورك اسمها كوني، وجوزها شغال نجار اسمه بيل، وبيزورها مرة كل أسبوع، يقعد معاها كتير، يقعد معاها 3-4 ساعات. كوني ست كبيرة بس عاطفية جدا، طول ما هي قاعدة في دار المسنين تتفرج على أفلام رومانسية، هي في الثمانين طول النهار مش عايزة غير أفلام رومانسية، رقيقة جدا. الدكتور اللي بيعالجها عندها كانسر، هي بتموت. الدكتور بدأ يحس إن جوزها بيجي يزورها مرة في الأسبوع، يفضل قاعد جنبها كده، هو مفيش حركة ولا حاجة، قاعد كده بس، عمره ما يتأخر وعمره ما يمشي بدري. طب ما ممكن ما يجيش خالص، لا بيجي يزورها كل مرة. فالدكتور سألها مرة، قال لها هو بيل بيحبك يا كوني؟ فسكتت وسرحت، قالت له مش عارفة الحقيقة، عمره ما قال لي، يا ريت، يمكن لو كان قال لي كنت خفيت، عمره ما قال لي صراحة إذا كان بيحبني ولا لا. فالدكتور قرر إنه يعمل حاجة مهمة وراح لجوزها، والدكتور في دماغه يمكن مهنة النجارة خليته ناشف شوية، فقام رايح له وقال له أنت عمرك قلت لمراتك إنك بتحبها؟ قال له أقول لها ليه؟ ما هي عارفة إن أنا بحبها. قال له يا سيدي في فرق كبير بين عارفة وبين إنك تقول، إنك تعبر. قال له صدقني مراتك محتاجة إنك تمسك إيدها طبطب عليها وتبص في عينيها وتبتسم وتقول لها بحبك. قال له انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي. في ناس بخيله. قال له لازم تعمل الحاجات دي، هي محتاجه كده، مش مهم ان انت بتقول ان انت بتحبها، المهم ان هي تحس ان انت بتحبها. قال له هي مش حاسه. قال له لا انا سالتها بيحبك، قالت لي ما اعرفش. فالراجل اتاثر جدا جدا جدا. الدكتور بيقول رحت تاني يوم في ميعاد الزياره بتاعته، من غير ما اخد بالي لقيتها في حضنه بيطبطب عليها وهي بتدمع، وسمعته وهو بيقول لها انا بحبك. ايه ده؟ ده طلع بيعرف. اتاري مفيش حد ما بيعرفش، بس في واحد فاكر انه ما يعرفش يقول لغايه ما يدرب نفسه ويقول. فلما قال الست عيطت وحضنته. بيقول دي كان اخر لقاء بين بيل وكوني، لان هي توفت بعديها بثلاث ايام. بيقول لما عرف انها توفت جري عليا الراجل النجار الناشف، جري عليا وبكى في حضني، في حضن الدكتور زي الأطفال. فبيقول لقيت نفسي بقول له يا مش كنت تعمل كده من زمان كتير. خلصت القصة، قصة مؤثرة معلش، بس أنا عايز أقول حكمة مهمة قوي، إنك تهدي اللي أنت بتحبهم وردة وهم عايشين أحلى ألف مرة من إنك تدلهم حديقة ورد وهم ميتين. إنك تحط على قبورهم حديقة ورد وهم ميتين، وردة واحدة وهم عايشين أفضل ألف مرة من إنك تحط جنينة ورد على قبورهم بعد ما ماتوا. انشروا الحب، تسعدوا الناس، بسمة أمل للي ما يكتمش الحب ويقول للناس أنا بحبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.